يوما بعد آخر يترسخ الرهان على قيم الآداب والفنون كونها خلاصا من الظلام. أبواب دائما معكم، أهلا بكم. هذا مشهد من فيلم من إخراج حسين الشيباني، ويتحدث عن طفل موهوب لكن لديه عقد من الحرب الأهلية. اسم الفيلم هو الخط الآخر، وعرض في مهرجان أقيم في مدينة الديوانية، وخصص جزء منه للأفلام القصيرة. تعالوا نتابع بعض تفاصيل المهرجان. تدور أحداث الفيلم عن طفل يحاول يرسم، ينقل لوحة جميلة فنية على جدار المنزل، يحاول أنه يرسمها خلف خارطة العالم، وحتى يعني يحس نفسه في وقت أنه فشل بالرسم أو يحاول يغير الفريم ثانية، فيحاول يمزق الخارطة ويرميها في مكب للنفايات، وإلا يكتشف أنه والد هذا الطفل هو كان يعمل مشروع في هذه الخارطة، فيحاول جمع الخارطة لكنه يفشل. لكنه بالنهاية الطفل بعد ما يشاهد والده مهتم بهذا الشيء اللي هو دمره، فيحاول ويساهم في بناء وإرجاع الخارطة إلى وضعها الطبيعي. فهنا أنا حبيت أوصل فكرة أنه هو الطفل ما صلح الخارطة، بل صلح الإنسان نفسيته اللي يحاول رسمه، وإصلاح الإنسان هو مصلح العالم. اهلا دكتور. اعتذر، البحث راح يتاخر. العفو، ممكن لحظه؟ المهرجان هو ملتقى الديوانية الإبداع السادس، ونظم برعاية نقابة الفنانين في محافظة القادسية، وشارك به العديد من المخرجين. الحقيقة هو الفيلم الطريق إلى بغداد، سيناريو الفنان حسين الشيباني وإخراجي. هذا الفيلم يحمل رسالة التعايش السلمي بين أطياف المجتمع العراقي، بغض النظر عن الصراعات الطائفية والسياسية التي خلقها السياسيين الذين أطاحوا بالبلد. وإن شاء الله هنالك خطوات أخرى، وهنالك أفلام أخرى وسيناريوهات أخرى تحمل نفس الابتعاد عن الصراع الطائفي والصراع العرقي والصراعات التي اختلقها السياسيين. نحن ما زلنا يعني نحفر في الصخر لكي نصنع سينما عراقية، لكي نقول للعالم أن السينما العراقية ما زالت موجودة. وبالتأكيد أنه هذا الملتقى اللي هو ملتقى الديوانية الإبداع السادس أتاح لنا الفرصة لكي نعرض الفيلم على الجمهور في مدينة الديوانية. مثل ما تعرف أن الفيلم القصير هو فيلم مهرجاناتي، لا يوجد شباك عرض أو شباك تذاكر لهذا الفيلم. فأنا سعيد جدا بتواجدي بهذا الملتقى، وأشكر مدينة الديوانية على هذا الترحاب.
اتركوا اتركوا. ايش لون اتركوا؟ اخذ منا فلوس وقال اوصلكم لبغداد، يتركنا هوني. اتركوا اتركوا. والله احنا قدمنا فيلم اللعبة، وهو محاولة كانت من قبل يعني صاحب السيناريو او كاتب السيناريو المخرج يوسف المعتصم لرفض الحرب، رفض الحرب يعني جملة وتفصيلا، لانه اللعبة هي مثلها برقعة الشطرنج، فالكل تموت من أجل أن يحيا الملك. فهذا الرفض، كنا كناس نرفض هذه المعادلة، أن تموت الناس من أجل يحيا شخص واحد أو تحيا مجموعة معينة. لا، المفروض أن كل الناس تعيش بأمن وبسلام. ملتقى الديوانية الإبداع السادس شهد أيضا عرض عمل مسرحي على هامش المهرجان، وكان بعنوان سلة شكسبير. اختلفت الآلية والاشتغال بمجموعة من الطلاب مع الدكتور شاكر عبد العظيم في الطرح اليومي والمتداول من خلال شخصيات شكسبير، وهي كانت ضمن عمل معاصر يتناول اليومي وكل ما هو مسكوت عنه، أداء مختلف تماما عن الإيقونات الثابتة في شخصيات شكسبير مثل هاملت وعطيل ودزدمونة، أداء تناول واقعنا العراق الافتراض اليومي اللي جاي نعيشه احنا، حتى وصلنا الى انه هيئنا جو في عرض مسرحية شكسبير انه المكان عبارة عن مقهى، الكل جالس، الممثلين مع الجمهور، الممثلين متداخلين باشتباك مع الجمهور، ولا يعرف الجمهور من هم الممثلين، وبالتالي هناك 10 شخصيات هي جالسة في منتصف الجمهور وتبدأ بالأداء والحركة والعمل بدون إضاءة، بدون أي تقنيات سوى الموسيقى. كان هناك دور بارع للفنان الدكتور شاكر عبد العظيم في قيادة هذا العمل على مستوى تعامله مع 9 شخصيات وهم من طلبته طبعا. العمل كان من إخراج حليم هاتف، أما النص فمعد من نص بعنوان خيانة للفنان جبار جودي،
وهو إعادة إعداد لبعض شخصيات شكسبير. شخصيتي بالمسرحية شخصية عطايل اللي هي أحد مسرحيات شكسبير. طبعا هي المسرحية مجموعة شخصيات من مسرحيات شكسبير، يعني اللي شخصية عطايل شخصية هاملت، كل شخصية من مسرحية معينة تدخل بحوار مع شخصية مركزية يعني بالعمل، هي اللي تكون المركز ويدور حول الشخصية اللي هي شخصية أوديب. أوديب يبحث عن شكسبير يعني بالعمل، انه يريد يغير شخصيات ابعاد شخصيته، بالتالي يعني بالنهايه يطلع انه اوديب هو ما كاتب شكسبير، يعني كاتب سوفوكليس، كاتب اغريق قديم. طبعا هو هذا العمل يعني بمجمل الشخصيات ومجمل العرض كاخراجيا ورؤيه، هو يعني يطيح بمركزيات العمل التقليدي، يستعين بالشخصيه الاسطوريه يعني او الشخصيه القديمة يعني المعروفة من المسرحيات العالمية، ويسطر عليها يعني الأبعاد، يعني من خلال الشخصيات ينظر أو ينتقد أو ينطي بعد جديد يعني، أو يحاول يطيح بالمركزيات المعروفة عن المسرح بشكل عام. العمل قدم برعاية كلية الفنون بجامعة القادسية، وقدمه عدد من الطلبة بقيادة الفنان الدكتور شاكر عبد العظيم. في هذا العمل أراد أن يضيء زاوية التجريب العراقي أو خصوصاً الديواني، وأقصد هنا العمل المسرحي، أمام طلبة يمتلكون موهبة عالية في الأداء، في التقنية، في لغة الجسد، وبالتالي أراد الأخ حليم أن يسقط هذه الشخصيات المتعددة في العمل المسرحي اللي هو مأخوذ من مجموعة أعمال لشكسبير، مكبث وهاملت وغيرها من الأعمال. أراد أن يسقط معاناة الفرد العراقي، البحث عن الذات، البحث عن الحرية، البحث عن الانتماء. هذه المفردات هي كانت موجودة في عمل حليم. الحقيقة كان موفق إلى حد ما في أدائه كمخرج، والشباب كانوا مبدعين في طروحاتهم الجسدية. بعد الفاصل الروائي شوقي كريم في حوار خاص مع أبواب. هو واحد من أهم القصاصين والروائيين العراقيين الذين ظهروا في العقود الثلاثة الماضية، أديب حفر له اسما لامعا في خارطة السرد العراقي وصار رقما صعبا من أرقامه. إنه شوقي كريم حسن ابن الهوامش المسحور بقصص المسحوقين. القاص والروائي شوقي كريم حسن، اهلا وسهلا بك ضيف ابواب لهذه الفقره. خلينا نتحدث ولو بشكل سريع حول تعرفك للكلمه، متى وكيف كان؟ انا منذ الشباب، منذ يعني بلغت 11 بدات النشر في بغداد بعد انتقالي من مدينه الناصريه الى مدينه الثوره. هناك تعرفت على اول ما تعرفت على المسرح، أردت أن أكون ممثلاً مسرحياً، ثم انتقلت من التمثيل إلى الإخراج، وكنت مؤسس لأول فرقة مسرحية تمثيلية في هذه المدينة بداية السبعينيات، وتعرفت على القصة القصيرة من خلال قراءتي للمسرح، وبخاصة أنا مغرم بالقصة العراقية. تعرفت على محمود أحمد السيد وعبد الملك نوري وفؤاد التكري وعبد الرزاق الشيخ علي وهذه المجموعة الكبيرة من رواد القصة العراقية. أعجبت بالحكاية، المتن الحكائي في قصص الخمسينيات والأربعينيات كان هو الأجمل لدي، ومن خلاله بدأت القراءة في التراث الشعبي. أخذت من ألف ليلة وليلة الكثير، استمعت إلى حكايات المواقد أيضا بدقة. شوقي كريم ابتدأ بالمسرح إذن، ثم تركه ليتجه إلى القصة. هذا ما يبدو في الظاهر، لكنه لا يرى ذلك. اتجهت بالمسرح إلى الكتابة. حقيقة أنا نلت أكثر من جائزة كمخرج بالعراق
وأيضا مثلت العراق خارجا، ولكني لم أجد نفسي لا في التمثيل ولا في الإخراج، وجدت نفسي كاتبا في الدراما الإذاعية والتلفزيونية ثم في المسرح. لدي أكثر من 40 مسرحية مطبوعة في كتب، وأنا أعتقد أن المسرح لا يمكن أن يبقى طويلا للمشاهدة. المسرح المطبوع في كتاب، ولهذا تجدين كل الكتاب في العالم يطبعون مسرحياتهم. لولا طباعة مسرحيات شكسبير لما عرفنا شكسبير من خلال الكتاب. أكثر ديمومة لهذا اتجهت إلى طباعة كتب المسرحية ووزعها على الآخرين وفي المكتبات العامة لتبقى وترتق. ثم هناك مخرجين يأتون بآخر عمل قدمت السيدة الفنانة الكبيرة عواطف نعيم من بطولة عزيز، كانت مسرحية قرابيط وقد أثارت الكثير من الجدل سواء في العراق أو في الوطن العربي. أنت مو ضميتي بالحمام؟ إيه أنا ضميتك بالحمام، مو سنة وسنتين، سنين طويلة تبعية وضميتك يا ابن الناس. تغير شيء؟ الدنيا متغيرة؟ لا يا هذا لا ما تغير شيء، ذاك الطاس وذاك الحمام وغير حد صالح. أنت قول أنا شو علي؟ شو علي أنا؟ حدثنا عن أجواء الثمانينيات أو المشهد القصصي في الثمانينيات والسبعينيات، وهل هو صاخب كمشهد الشعر؟ احتراف شخصي، مرحلة السبعينيات هي التي خلقت القصة العراقية. كانت هناك فسحة من الحرية تحت ما جاء من شيء من الديمقراطية آنذاك بعد إعلان الجبهة الوطنية في منتصف السبعينات. كانت حرية للتعبير أكثر. ظهرنا نحن في هذا الجيل، جيل توفر الكتاب الآتي من خارج العراق. بدأنا نقرأ نتاجات عالمية ونتاجات عربية دون ممنوعات. تقريبا حذف مشهد الممنوع، قلت رقابة الرقيب العراقي رغم وجود رقابة مطبوعات. حتى أنني تجرأت وأنا شاب أخرجت كتابي الأول مجموعة القصصية الأولى عندما يسقط الوشم عن وجه أمي عام 1977، لم أكن تجاوزت 20 بعد. وهذه واحدة من حسنات جيل السبعينيات، أنه جيل قريء جيدا، شاهد سينما جيدا. الجيل كاملا كان مغرم بالسينما، كانت السينما هي الحقيقة اللي جعلتنا نتأمل الجمال بشكل راقي. أنا ما زلت وما زالت الأجيال فيما بعد وفية لجيل السبعينات. الثمانينات محطة بإشكاليات كثيرة، أهم هذه الإشكاليات هي إشكالية الحرب. الحرب آذت كتاب القصة، وصل دخلنا حرب الثمانين 10 قصاصين شباب، وصلنا لمنتصف أو لنهاية الحرب 1630 قص، وهذا رقم مهول. ثم خرجنا ثانية وأصبحنا 14 قاصا، أي أن الحرب لم تمنحنا سوى قاص أو قاصين فقط، والكل اختفت فيما بعد، لأن فن القصة فن صعب ويحتاج دربة ويحتاج قراءة. وكانت كتابات هذه المجموعة هي الخندق، أي نقل يومي من الخندق. لهذا حينما نتأمل عن مشهد قصص الحرب نكتشف أنها يوميات لابية فنية، صدق فني وأيضا صدق موضوعي. الكثير من أنا لا أحكم على الجميع، الكثير من كانت خالية من الصدق الموضوعي، لهذا اختفت مع أن تحولنا إلى جيل التسعينيات. رحلة شوقي كريم مع الرواية بدأت عام 1984 مع رواية مدار اليم التي تحولت إلى مصدر من مصادر فيلم الباحثون، وكانت نالت الجائزة الثانية في مسابقة الرواية. وأنا لا أؤمن كثيرا أن الرواية تكتب دون مبادئ وقيم وأخلاقيات، لابد من، لأن الرواية شيء من الصراع، من وجود درامة داخل هذا النص الذي يجب أن يتابع القارئ للوصول إلى هدف ما وغاية ما، ليست غاية التطهير مثل ما موجود في المسرح. المسرح بني على أساس تطهير، لكن الرواية ليست تطهير فقط، بل خلق شكل جمالي يؤمن به. نستطيع أن نقدم لغة راقية ومهذبة وجميلة تبهر القارئ، ومشهد قصصي روائي أيضا يبهر القارئ، ثم نصل إلى النتائج النهائية في وضع أسس لتأمل جمالي لدى المتلقي. وهذه قضية مهمة أكدت عليها
بعد سنوات حينما كتبت رواية الجذال وهي رحلة، وكانت رواية قصيرة، اعتبرها أستاذنا الكبير الراحل علي جواد الطاهر واحدة من أجمل 10 روايات في الأدب العراقي. وكان كنت أنا ذاك شابا، وقد غرني كثيرا حينما تحدث في لقاء مع مجلة الأقلام أجراها الأستاذ أحمد خلف، قال أن هذه الرواية واحدة من أجمل 10 روايات أتت في الأدب العراقي لشاب مثلي. أنا أصلا مليان غرور، ويقال عني هكذا كنت أن أجن، وهي فعلا يعني حينما أعيدها الآن أجد أن حياتي هي في الجذال حياة صاخبة جدا. هذا الفتى الجنوبي الذي يأتي إلى بغداد ليكتشف فارق القيم والمبادئ والأخلاقيات بين فقر الريف، وأنا لا أقصد الفقر المادي الاقتصادي، ولكن أقصد الفكر المعرفي. محدودية حين ذاك لم تكن هناك تلفزيون، من الصعوبة أن نحصل بيت براديو، ولكن العجيب أن في هذه المدن التي عشنا فيها توجد مكتبات عامة أسستها الدولة. مكتبة الشطرة واحدة من أكبر المكتبات بالعراق، مكتبة الغراف أيضا وهو قضاء صغير تابع للشطرة فيها مكتبة فخمة جدا. للأسف الشديد زرتها قبل سنوات لأهديهم مؤلفاتي، وجدتها مهجورة وقد أصابتها العثة ودمرت الكتب، الآن في طور إحيائها. الروائي المولود على ضفاف نهر الغراف في الشطرة برع في السرد براعة كبيرة، وأصدر عددا من الروايات والمجامع القصصية ابتداء من الثمانينيات، ومنها رباعيات العاشق وسلسلة روايات شروقية وخوشية هتلية ثم النباشون وغير ذلك. اللي تمثل حياتي وحياة مدينتي وحياة أصدقائي الذين رحلوا منذ حوادث المحمرة، وهي هاي ثلاثيتي وهي هديتي للمدينة، اللي بدأتها بشروقية ثم خوشية وأكملتها بهتلية. هذه الثلاثية هي تاريخ مدينة. كلما جاءت حكومة وتغير النظام حولت اسمها دون قرار رسمي، هي الذي تحول. والآن المدينة الثورة تحمل أكثر من 10 أسماء كلها كريمة وكلها جميلة وكلها مهمة، ولكن لدي سؤال: من بل الذي يحول هذه المدينة بأسماء المدينة بحيث يجبر الدولة على أن تتبناه؟ لم يصدر قرار رسميا واحدا منذ المسمى الأول الثورة إلى الآن، بعد أن تحولت إلى مدينة السيد الشهيد الثاني سيد الصدر، ما حد صدر قرار. الشعب هو المدينة هي اللي تقرر، ولكن دون أن يدري أحد لماذا. المغير الأخير لا كان مقصود، لأن المدينة قد والت السيد الصدر الثاني ولديه معجبون كثار وأهلنا، وهو يعني رمز من رموز الدفاع عن الحرية والسلام، ومشت المدينة. ولكن الأسماء الأخرى شنو أهلنا الشروقية جاي من الجنوب علاقتهم بشبيلية أو بحي القدس أو بحي الرافدين أو ما أسماء ما منين يجيبوها وتصبح أسماء للمدينة وثم تعود ثانية لتنقب. هذا الإشكال هو الذي جعلني أبحث في خصوصيات هذه المدينة. دعنا نتحدث في الثمانينيات، كنت من القصاصين المغامرين، وأسست أنت وزملائك مجموعة جماعة تضاد، فدعنا نتحدث عن هذه المرحلة بشكل مفصل. قبل تضاد وأبان الحرب العراقية الإيرانية اللي كانت صاخبة وحادة وأنتجت الرقم اللي قلت لك إياه بالقصة، جئنا أنا وصديق العزيز الأستاذ حميد المختار وعبد الستار البيضاني وعبد الرضا الحميد وحسن متعب الناصر، فأصدرنا مجموعة اسميناها أصوات عالية، فيها مغامرة لذيذة أرسلناها إلى الخبير دون أن نريد أن نجري واسطة وأن نمررها، ولكن الخبير رفض لأنها تتوافر على خطورة في القصة في زمن الحرب، وليست فيها قصة واحدة فيها كلمة حرب، وتعمدنا هذا. رفضت المجموعة، زادان أمر رفوضها جنونا، فذهبنا إلى أستاذنا الراحل الكبير يوسف عبد المسيح ثروت ورجونا أن يكتب لنا مقدمة، وفعلا الأستاذ استجاب وكتبنا المقدمة،
رفقناها ورحنا الى اللجنه مره دارة الرقابه كانت تسمى، فقالوا اختاروا رقيب، احنا احترضنا. فلما اختارينا الرقيب اللي هو الاستاذ محمد الشمسي، قال اسمع اقول لكم ناص الكلمه، اسمع اقول لكم انتم خابرون عندكم فدسه بهذه المجموعه، اكتبوا لي ملخص عليها واني اوافق. فقال فقط امنح لكم قصاصه صغيره تخلوها على الغلاف من مجموعه من كتابه الاستاذ يوسف عبد المسيح ثروت. فاحنا اخذنا شويه ووقعنا على الموافقه وانطبعت المجموعه، لم نكتفي بهذا ايضا. جمعنا شلون طبعنا المجموعه؟ طبعناها على حسابنا ب 1200 دينار انذاك. رحنا بعنا ذهب واحدهم راح استدان وكذا، جمعنا 1200 دينار وطبعناها على حسابنا، ما اكتفينا. كتبنا بوستر، وهو اول بوستر ربما يكون اخر بوستر عن هذه المجاميع القصصيه. اصوات عاليه تمثل افق مضيء في عالم القصه العراقيه، وخلينا الغلاف وعلزقنا في بغداد وفي المحافظات، مما اثار ضغينه البعض. فكتب بالنص احدهم الى الامن العامه، اذا كانت اصوات عاليه تمثل افق مضيء في عالم القصه العراقيه فماذا عن قصه الحرب؟ واستدعينا، قالوا قلنا قصص عاديه، قالوا انتم ما حد منكم كاتب قصه حرب. فقلنا لهم، قالوا اكو مجموعه مسابقه راح تنتهي بعد اسبوعين، لازم تقدموا الروايات. فاصبحنا كبشي فداء، انا والاستاذ حسن متعب الناصر شاركنا، هو اخذ تقديريه وانا اخذت الجائزه الثانيه باسبوعين روايه، والروايه فيما بعد تحولت الى فيلم. وكانت هذه مغامرة واحدة من مغامراتنا. ثم بعد سنوات ما توقفت الحرب بال 88، احنا 89 فكرنا بان نلغي كل شيء، ندمر كل المراكب اللي ورانا. قلنا يابا، اصدرنا بيان ماكو شيء اسمه قصة عراقية بالعرب او قصة قصيرة، هناك مرأة. وبدينا نفلسف هذا الموضوع واصدرنا بيان، ولكي لا نقع بالمطب اللي يوقعوا به الشعراء الستينيين في البيان الشعري المعروف، قلنا لا، هذه تطبيقات. الأمر وين نسوي التطبيقات؟ كان لدينا صديق انتقل إلى رحمة الله، هو القص إسماعيل عيسى بكر، خط جميل جدا. فخلينا خط المجموعة، وقعدنا أنا وأستاذ حميد وأستاذ عبد الرضا الحميد وصورناها. ولم نكتفي بهذا الجنون، ذهبنا إلى المربد ووزعناها على الضيوف. واتذكر مشهد كنا قبل ايام انا والاستاذ عبد الرضا ذكرناه فكركرنا كثيرا، كان يجلس الاستاذ يوسف ادريس مع مجموعه من الشخصيات الرسميه انذاك، ذهبنا اليه وحكينا له القصه وقلنا له استاذ هذه المجموعه، فالتفت للمسؤول قال له شنو؟ قال له ذولا المخابير مالتنا، واستلم المجموعه. بعد الفاصل كربلاء تستضيف الشاعر محمد عبد فيحان في نادي الكتابة، والناقد خالد الشمري في نادي القراءة. إن الثقافة عندي تواضع، والثقافة عندي أخلاق، والثقافة عندي حرية ومحبة وجمال. هكذا بدأ المسرحي والشاعر محمد عبد فيحان محاضرته التي ألقاها لرواد نادي الكتاب بكربلاء. المسرح العراقي بين الأمس واليوم، فلنصغي لبعض ما جاء فيها في هذه الوقفة السريعة. المسرح كما تعلمون أحبتي الحضور عالم من المتعة والجمال، عالم من الحقيقة والخيال، عالم من الفلسفة والمعرفة، عالم من الحرية والفضاءات المفتوحة على لا حدود. كل هذه نصوص مسرحية كتبت في فترات سحيقة على أرض بلاد الرافدين. وبهذا يكون إنسان بلاد الرافدين هو أول إنسان تعلم فن المسرح أو فن الدراما أو فن التمثيل باعتباره ركيزة
للتعامل مع الحياة ومع أخيه الإنسان في هذا الوجود. لماذا أطلقنا على المسرح المسرح العراقي؟ لماذا أعطيناه هذه الخصوصية؟ لماذا عرقناه بهذا الاسم الجميل الكبير المشرف؟ هناك طبعاً أسباب عندما نصف أو نعطي توصيف المسرح العراقي أسباب. أول هذه الأسباب أن العديد من الكتاب في فترة ما بعد الخمسينات والستينات والسبعينات وإلى يومنا هذا قد وعوا ما يحتاجه الشعب العراقي والمجتمع العراقي سياسياً واقتصادياً وثقافياً وبيئياً، فكتبوا أعمال ونصوص تنطلق من واقع هذا المجتمع ومن بيئة هذا المجتمع ومن معاناة هذا الإنسان العراقي عبر هذه الرحلات الطويلة. المحاضرة التي أدارها علي الشيباني مرت بالعديد من المنعطفات والفصول، وتوقفت عند مسألة اكتساب المسرح هويته المحلية الصميمية عبر عشرات السنين. ربما كانت أهمها عقود الخمسينيات والستينات والسبعينات. النقطة الثانية أن الكثير من المخرجين، وسنأتي على ذكر هؤلاء المخرجين، قد اجترحوا لهم خطاً إخراجياً فلسفياً فنياً ساروا عليه ولم يبقوا يتعكزوا على الموروث الأجنبي أو على ما يردنا من مستورد عبر المسرح العالمي، سواء كان من فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا أو أمريكا، لأن المخرجين السابقين في المراحل المتقدمة السابقة من المسرح العراقي اعتمدوا على تجاربهم في المسرح العالمي ونقلوا لنا هذه التجارب عبر الكثير من المسرحيات التي قدمت في معهد الفنون الجميلة وكلية الفنون الجميلة وفرقة المسرح الفني الحديث وغيرها من الفرق الأخرى، حق الشبلي وجاسم العبودي وبهنام ميخائيل وإبراهيم الخطيب وإبراهيم جلال وغيرهم، نقلوا تجارب. لكن فيما بعد بدأ المخرج العراقي يتلمس تقنياته الفنية النابعة من طبيعة المجتمع العراقي والنابعة من طبيعة الفضاء العراقي أو نسميها السينوغرافيا العراقية، يعني هذا الفن الصوري الذي يمتعنا بالصورة أكثر من السمع. النقطة الأخرى أيضاً التي تجعلنا نصف المسرح بالعراقي وهي صفة كريمة وعالية أن المسرح العراقي عبر هذه السنين الطويلة من تاريخه المجيد قد كرس أو عزز أو أكد هويته الوطنية والإنسانية عبر تجارب المؤلفين وتجارب المخرجين، فكانت له هوية وطنية واضحة جداً في دفاعه عن الإنسان العراقي المظلوم والمستلب والفقير والمضطهد والمحروم وفي محاربته للظلم والظالمين. وناقشنا حقيقة الدكتور محمد في بعض الأمور التي كانت إيجابية بالنسبة للمسرح العراقي، وأعتقد أن هذه الأماسي ستفيد المشهد المسرحي في مدينة كربلاء وكافة المدن العراقية، وخاصة نحن في العراق لدينا يعني تاريخا مسرحيا حافلا، ويشهد العروض العربية والعالمية أنه المسرح العراقي تقدم كثيرا بالنسبة للتأليف وبالنسبة للإخراج وبالنسبة للتمثيل. محمد عبد فيحان الحاصل على شهادة الدكتوراه في المسرح مر بأشكال المسرح التي عرفها العراقيون القدامى. لا أريد أن أتطرق إلى الحقبة التاريخية القديمة عند السومريين والبابليين لأنكم تعرفونها، وكما ذكرت أنه ملحمة قلقامش ورثاء أور وقصة الخليقة ونزول عشتار إلى العالم السفلي كلها عناوين لنصوص مسرحية كانت في حقب زمنية قديمة تؤكد أن بلاد الرافدين كانت مهداً للمسرح قبل بلاد الأغريق، لأنه بلاد الأغريق في القرن الخامس قبل الميلاد ظهر المسرحيون كتابهم المعروفين
أسخيلوس وسوفوكليس ويوربيدس وأرستوفانس، هؤلاء العمالقة الذين أسسوا للمسرح العالمي. لكن هذه النصوص قلقامش وغيرها سبقت هذا التاريخ بمئات السنين، ولكن الأغريق كانوا أذكياء في عملية تعاملهم مع الطقس الذي أنشأوا منه هذا المسرح. أما في بلاد الرافدين بقينا في دائرة مغلقة، لم نطور هذا المسرح. يعني هم حولوا هذا الطقس الديني إلى طقس دنيوي، أوجدوا مكان للعروض المسرحية، كانت عندهم فسحة من الديمقراطية والحرية التي هي بمثابة العمود الفقري لارتقاء وتطور فن المسرح. المسرح لا يمكن أن يعيش وينمو ويتطور بلا استقرار وطمأنينة وازدهار حضاري وحرية وديمقراطية وأمان ومدينة. نعم، مدينة. ومن نادي الكتاب إلى نادي القراءة وفي كربلاء نفسها، حيث دعينا لأمسية توقيع كتابي الناقد خالد مهدي الشمري التي أصدرهما مؤخرا. في بداية عملي في 2007، مصادفة أن يكون الزميل خالد الخزاعي زميلي في المدرسة، وكان يكتب في جريدة أنوار كربلاء، وكان زميلنا الأستاذ كاظم، وكانت بقيادة النصراوي، فكانت الحروف الأولى. وبصراحة التشجيع له دور في إكمال المسيرة، مقالة بعد مقالة الحمد لله والشكر رغم بساطتها أخذت دورها ومجالها في الوسط الكربلائي، فانتقلنا من جريدة إلى أخرى طبعا بدون مقابل، العمل بأكمله. انتقلت إلى هاي في 2007، انتقلت مراسل لوكالة أوراك الإخبارية في الناصرية، وأيضا العمل مجاني أنقل الثقافة الكربلائية. نحن نريد أن يخرج الكتاب بقيمة أدبية، يخرج الكتاب بما هو يبحث عنه كما قال الأصدقاء برؤية جديدة. أنت ما تقوله ليس رؤية، هو بحث بالنقد، وهذا من حقك. أنا هنا أحاول أن أفصل بين الرؤية وبين النقد، بين العرض وبين التقصي الحقيقي، بين المصطلح واللا مصطلح. أنا ضد أن أستخدم المصطلح بحيثيات الذي جاء به جينيت وبارت وغيرهم. أنا من حقي ومن حق خالد أن يستثمر وأن يستخلص وأن يعطي نسقا جديدا للنص الذي يبتكره، ربما يبتكر مصطلحه. ولكن لدينا نحن عقدة أمام الآخر. خالد أيضا هو يشتغل على هذه، ولكن أريد الفرق بين الحب والاجتهاد، هناك فرق. أن تحب شيئا يختلف عن أن تجتهد فيه. جميعا نحب النساء الجميلات، ولكن كيف نجتهد فيه؟ جميعا نحب القرآن، ولكن كيف نلتزم به؟ جميعا نحب الشعر الجميل، ولكن كيف نكتبه؟ هذه إشكالية علائقية يجب أن نتمرن عليها لكي نقول إن ما نكتبه اليوم قد يكون مستقبلا هو الظاهر. خالد مهدي الشمري وقع كتابيه وهج الحروف وزبد الكلام لقراء نادي القراءة، والكتابان يحويان مقالات عن الأدب الكربلائي شعرا ونثرا. كتاب الأول اللي هو زبد الأيام، 15 شخصية من الشخصيات التي نكون لها الاحترام والتقدير في كربلاء. هذه الشخصيات سلطنا الضوء عليها من ناحية الثقافة، من ناحية الثقافية والمنتج الثقافي وسيرتهم الذاتية بأكملها، وقدمناها على شكل مقالات نزلت في الزمان ونزلت في المواقع الإخبارية والصحف والمجلات، أكثر من 4 مواقع أو 5 نزل المقال الواحد. أنا مو في صدد أنه أنا أقيم هذا المقال أو أنه كم يعني مدى نجاحه، بس الهدف الأول والأخير أنه أنا قدمت في الشخصية، قدمت للعالم الخارجي وقدمت نتاج كربلائي أنا أول واحد أفتخر به أنه موجود، بدءا من دكتور علي حسين يوسف، دكتور عمار الياسري، دكتور علاء مجذوب، أسماء أنا أعتذر من الأسماء اللي ما لحقت أنا ألتقي بيهم، بس اللي اشتغلت
عليهم المقالات إن هم وثقتهم، ولا زال هناك جزء ثاني إن شاء الله للعمل. أستاذ مهدي النعيمي، أنا أفتخر أن ثاني مقالة في الزمان كانت عنه كشاعر، وقدمت له سيرة أيضا. بعد الفاصل، فرقة الخشب البصرية تقيم حفلا في الديوانية ضمن فعاليات ملتقى الديوانية الإبداعي السادس. إنها الخشابة، هذا الفن البصري العريق والجميل والذي لا يجيده سوى البصريين، ومنهم هؤلاء الذين قادموا إلى مدينة الديوانية ليقدموا حفلة لا تنسى لمحبيهم. هذا الجمال وهذا الألق البصري أتحفونا به فناني البصرة، الفن الجميل، الفن الراقي، زين اليوم سماء الديوانية وأجواء الديوانية بهذا الألق وبهذا الجمال. الفن البصري معروف بخبرته، معروف بأهميته، معروف بأساتذته الأكاديميين. الفن البصري يجمع بين الوسطية والنخب، لاحظت في هذه القاعة نخب مثقفة وأيضا جماهير من المجتمع العام، الطرفين تألقوا وتمتعوا بهذا الجمال البصري. الفن البصري هو فن راكز وفن جميل وفن أكاديمي، بالإضافة إلى أنه يعطي مدايات شعبية. هذا الملتقى، ملتقى الديواني الإبداعي، محطة من محطات الجمال الآنية والقادمة، بحيث يؤسس لجمال آخر ولفن مغاير. أن تحس أنه هاي الملتقيات تشجع على أن يكون الفن هو السائد في المجتمع، على أن يفرح المجتمع، على أن نقضي على السوداوية وعلى التشنج الذي أخذ من المجتمع ما أخذه خصوصا في العراق بعد الحروب والحصارات. لكن هذا الفن وهذا الجمال وهذه الموسيقى ساعدتنا في أن ننتقل إلى عالم آخر وإلى جمال آخر، ونتمنى أن تدوم وتستمر هذه الملتقيات الفنية في عموم العراق. الحفل البصري قدم ضمن فعاليات الملتقى الإبداعي السادس في الديوانية، وشارك به عدد من الفنانين والملحنين والمطربين، ومنهم الملحن المعروف طارق شعبان. حقيقة بدعوة من نقابة الفنانين فرع الديوانية إلى نقابة الفنانين فرع البصرة أن نشارك بهذا المهرجان الإبداعي السادس، ولبينا الدعوة وعدينا برنامج شعبي بصري تناول أولا الخشابة، وتناولنا أغاني أخرى هي أيضا من نفس اللون البصري اللي هو يعني ألوان مختلفة مثل ما يقولون، المقسوم وغير المقسوم وجنوبي، وقدمنا ألحان أيضا لملحنين بصريين مثل الأستاذ الكبير الراحل مجيد العلي، قدمنا يا أبو بلم عشاري، وأنا قدمت أغنية. وطبعا إحنا سعداء جدا أن نكون في الديوانية بهذا المهرجان وهذا الملتقى الإبداعي، واحنا نشكر الحقيقه ونتمنى انه تعاد مثل هذه المناسبات الثقافيه. يا
كانت ليلة بصرية جميلة جدا ورائعة لنقل الفلكلور البصري من خلال فنانين البصرة الكبار، منهم الأستاذ طارق شعبان الملحن البصري الكبير، ودكتور قيس، والفنان قصي البصري، ومجموعة من الفنانين اللي متواجدين وياهم. وأعتقد أنه كانت رائعة بما قدموه من هذا الفلكلور. وإحنا بما أنه بصريين من الممكن أنه نقدم شيء جديد، لكن الوقت اللي كان شوية وقت ضيق للسقف الزمني لهذا العرض، حدد أنه أنا نقدم مجموعة من الأغاني كانت هي بمثابة الخمس أغاني فلكلورية بصرية، لاقت حضور رائع وحققت فد شيء عند لمسة عند الجمهور، وهذا ما إحنا كنا نطمح إليه من خلال تقديمنا لهذه اللوحات البصرية. ما يجب ذكره هنا أن فن الخشبة البصري لا يقتصر على الغناء البصري المحلي، فهم يشاكسون أغلب أنواع الغناء العراقي والعربي، ويستطيعون تأدية المقام والغناء الخليجي وحتى المصري والشامي. جينا بكل فرح وابتسامة إلى وجوه الفنانين في محافظة الديوانية، وبصراحة اللي قدمناه اللي هو من التراث البصري الخشابة، وقدمنا مقام البيرزة، مقام البيرزة المعروف عندنا بالبصرة، وقدمنا بعض الأغاني يعني المصرية بالإيقاع الخشابة، وقدمنا أغاني هم أغنيتين خليجية خدناها هم بالإيقاع الجنوبي، احنا عندنا إيقاع اسمه جنوبي، إيقاع البصري على الكلام أو الأغنية الخليجية. وإن شاء الله إحنا مو بس بالديوانية، إحنا الديوانية والكوت وبغداد والشمال كلها هي أعتبر محافظة واحدة. كل يعرف انه البصره تمتاز بالايقاعات اللي يعني تتشابه مع الخليج ومع دول الجوار الخليجيه، وبالتالي امتازت هذه المحافظه بهذا اللون من الايقاعات. وقدمنا مقام بيرزاوي اللي هو مقام بيرزاوي يسمى في المصطلح الشعبي الخشابه، وقدمنا اغاني من التراث العراقي البصري حصرا، اغاني فؤاد سالم واغاني من التراث البصري من مقام الحجاز ومقام سيقا، وابرزها قدمنا اغنيه يا ابو بلم عشار للملحن الكبير المرحوم مجيد علي وغناء فؤاد سالم، وبالتالي هذا لون البصره وراح يبقى هذا لون البصره ان شاء الله تشوفون اكثر. Thank you.
فقرات برنامجنا لهذا اليوم انتهت. موعدنا يتجدد معكم في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء. Thank you.